والقلب يبكي باحتراق الدم، وسلاسل الأعداء طوق رود، زنزانتي تغري ونحن جنود، وأنا على أمل اللقاء سعيد، أغفو وأصحو وأنا أحلم. الأسير رائد محمود إجبارة خليل المسالمة ولد في مخيم يرموك بسوريا عام 1979، وعاش في الغربة 19 عاما، ثم عاد إلى فلسطين واستقر بالعيش في مدينة دورة جنوب الخليل، وحصل على الجنسية الفلسطينية عام 2007. أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن المؤبد مرتين على الأسير مسالمة. تتهم سلطات الاحتلال الشاب مسالمة بالوقوف خلف عملية الطعن التي قتل فيها مستوطنين ومحاولة قتل مستوطن ثالث بالقرب من مبنى الكنيسة الإسرائيلي في القدس. متزوج وأب لخمسة أبناء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شموس المجد. حطت رحالنا هذه المرة في دورة جنوب الخليل ومن على سفح هذا الجبل لنتحدث عن أسير جبلي أخذ من طابع الجبل الكثير من صفاته ونعاته الحقيقة. نحن في حضرة عائلة الأسير رائد مسالمة البالغ من العمر 43 عام. حكاية رائد باختصار، كان بالمستشفى في زيارة مريض لأحد أقربائه، وشاهد بأم عينه قيام قوات الاحتلال بقتل شاب فلسطيني داخل المستشفى الأهلي في مدينة الخليل. هذا المشهد أثر في رائد كثيرا. اليوم التالي مباشرة نفذ رائد عملية طعن في مبنى الكنيسة الإسرائيلي. هذه العملية أدت إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين، وعلى إثر ذلك اعتقل وحكم بالسجن المؤبد. اليوم احنا مع عيلته، مع أبنائه، مع زوجته، مع أقربائه. بالمناسبة ربنا أكرمه بأبناء توم كان عمرهم 4 و5 أيام لما تم اعتقاله. اليوم شباب بسم الله ما شاء الله. أبدأ هذا اللقاء مع عم رائد الحاج عيسى مسالمة أبو سعود. أخي أبو سعود يعطيك العافية. بدك عافية، حياك. كيف حالك؟ الله يرضى عليك، الله يبارك. أول شيء احكي لي عن سفح الجبل اللي احنا قاعدين عليه. هاي منطقة طاروسة. هذه منطقة طاروسة، نعم. هذه عزبة الأباء والأجداد. هنا ولدنا وهنا ترعرعنا. الحمد لله، يعني لدينا الكثير كان من الأغنام، كنا يعني مبسوطين في هذه الديرة. الحياة القروية الحلوة، كلها ريفية بمعناها الحقيقي، يعني جميل جدا. ولكن سبحان الله يا أخي، بعد ما طلعنا من الريف طلعنا على المدينة، الأوضاع تغيرت كثير. راح الخير. الهواء غربي هان ولا لا؟ نعم، الهواء غربي. هذا الهواء، الهواء هان جاي من عسقلان. البحر عسقلان، هاي عسقلان قدام أمامنا مباشرة. نعم. إلى الرائد عم أبو سعود، بادي بدء. بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أتوجه بالتعزية والمواساة لأم ناصر حميد ولأبنائها ولشعب فلسطين كله بفقدان هذا الأسير الشهيد البطل ناصر أبو حميد. ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بالنسبة لرائد، رائد هذا مقام به ليس غريب عليه، يعني رائد ابن الوطن وابن المجتمع. رائد أبوه كان ثائر من الثورة، من أشبال الثورة حتى، وترعرع فيها حتى بلاش نقول عن اللي أجانا من اتفاقية أوسلو وروح علينا ورجع ودنيا ودين، اليوم لما روحوا. رائد له ثلاث أولاد اللي هو وديع وربيع ومحمود، وبنات تنتين رؤى ورؤية. هم عادوا مع المغتربين، هو من النوع الحساس، يعني رجل صاحب مبدأ في حياته. بس صلب، يعني رائع صلب جدا، صلب جدا، يعني كثير ظروف، يعني لا يخاف ولا يعرف الخوف. طفولته كانت صعبة شوي، طفولته كانت صعبة شوي بسبب يعني انه فراق امه وابوه. يعني أمه ما كانت في البيت، سقلت منه شخصية. أي واحد أمه بتكونش موجودة في البيت حتكون حياته قاسية شوية. فهو لما نشأ كانت القساوة في جسمه وفي صدره وفي تعامله. وتحكي لي رائد ما تقربوش عليهم عصب، يعني
رائد يعني اي واحد كان يعمل معاه مشكله كنا نتدخل بشكل فظيع جدا لننهي المشكله بس قبل ان تتطور. بس, بس بس قلبه طيب نفس الوقت، ولا احن من هيك انسان. تعال يعني له بالاحسان وتعامل معه بالصدق. بالصدق، هو يحبش الكذب، تعامل معه بالصدق تاخذ اوعي اللي عليه. ولكن ان جرحته بجرحك. طيب سبع، بديش اقول سبع صنايع باخذ ضايع، بس رأي ميكانيكي. نعم. وطباخ. نعم. ودهين. نعم. شو كوستوف انا شايف كلها. واضح انه يعني ماخذ شوط كثير منيح بالطبيخ يعني. هو هو طباخ رقم واحد، هو يعني خلف وراه الله يسهل عليه عده الطبخ الجماعي يعني. جيش جرار من الطباخين. جيش جرار من الطباخين. نعم، كان له فرق. انا سالم معروفين كان الموضوع. عنده فرق للطبيخ يعني. هو والحياه زي ما تقول ما أغرتوش الدنيا، ما أغرته يعني. لما شاف منظر ابن الشلال دي انقتل في المستشفى الأهلي ما تحمل. أجاني عن، أنا كنت في المستشفى، أجاني على المستشفى بحكي لي اليوم صار واحد اثنين ثلاث في المستشفى الأهلي ومتأثر ويعني معكور مزاجه، بمزح معي مزح بقول لي تروح معي، بقول له وين؟ بقول له نطيح ناحية الداخل فلسطين المحتل. بقول له شو نسوي؟ بقول له نروح نشتغل. رحت اشتغل يا رامي، ورامي بنقول له رائد احنا. اليوم الذكرى السابعة بقول لي انا نزلت على الشغل هيني ما رجعتش لسبع سنين. يعني خلاني ابكي بصراحة يعني. لانه ولف ومن نوع اذا بيصادقك بيصادقك من القلب. بعرفش المرأة، ما بعرف الكذب، ما بعرف الدجل. طبعا هو كان مبني بيت جديد. نعم، كان مبني بيت جديد ومجهزه ومؤتته على اخر طراز، واجاتهم ولد وبنت. كان عمرهم ايام 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 يعني. واحد عنده هذا الشيء يعني مستحيل انه يفكر انه يسوي اللي سواه. ولكن باع الدنيا بالاولاد بل مشان هو لو بيعرف ان حتى بده يضل طيب يمكن ما سواش العمل. راح هو طالب الشهاده. بس الحمد لله الله نجاه، واللي في السجن بيطلعوا. نسأل الله انه هالحكام وهالشعوب وهالمسؤولين اللي عندنا انهم يعني الأسرى حالتهم مزري. يا اخي انا عشان مين انسجن هذا؟ هذاك عشان مين انسجن؟ مشان انت تقعد على كرسي؟ يا اخي انتبهوا لهم يا اخي. في طرق، في وين الحراك اللي بيسووا؟ وين الدعوات لمناصره المسجونين الأسرة؟ حد يسائل فيهم. صحيح، في تقصير في قضيه الأسرة جدا يعني. جدا احنا كشعب كمان مقصرين، والله مقصرين. طيب نرجع شوي لموضوع مهارات رائد في الطبيخ. عمرك اكلت من طبيخاته؟ كثير. شو اشي بيميز طبيخ رائد؟ رائد اول اشي الغش في المواد، بيعرفوش. لو كان بزياده السعر يعني بيجيب لك اللبن البلدي، اللبن النظيف، اللحمة بيشتغل عليها شغل قبل ما يطبخها، والنظافة رقم واحد عنده. وبقى مشغل حوالي ستة سبعة يعني، كان مخفف البطالة عندنا شوي. ما شاء الله. الله يسهل عليه وربنا يروحه بالسلامة. خلينا أقول كمان يعني انا بتذكر حقيقه يوم اقتحام البيت والهدم. نعم. هاي التفاصيل كلها كيف عدت عليك يا ابو سعود؟ والله كانت ايام صعبه. اول إشي كنا خايفين عليه هو، يعني كنا خايفين انهم يقتلوه او يسوي لهم فيه حاجه. وبعدين البيت ما استنوش عليه يعني، فورا اجوا هدموا البيت. مره يعني مخلفة جديد، تشتتت بأولادها وتشتتت وراحت وأجت وشغلات. والمرأة لما يكونش عندها رجال أو زلمتها ما يكونش في البيت، مش زي والله لا تقول لي أبو ولا تقول لي أخو ولا ولا، راجل البيت هو راجل البيت. وتحملت، كانت أيام صعبة جدا علينا يعني اللي فاقد خمسة أهون عليه من هذاك اليوم. كان صعب كثير، والحمد لله الناس راحت اجت خففت المصاب شوي، واهل الخير يعني يواسونا يقفوا معنا.
الحمد لله رب العالمين. شو بدي احكي لك اخ منتصر، يعني الحمد لله. تعرف وضع زي هيك يعني شو بتكون القلوب في وقت جتها والناس صحيح. والنفسيات الله ربنا يفرج، صعب جدا يعني. الله جدا ربنا يفرج الكرب ان شاء يعني الله. انت يومك تعرف انه واحد ذهب او خرج ولن يعد الا باذن الله. امبارح بقيت انت وياه يعني اولادنا كانوا وقت العمليه هناك، اخوته واولاد عمامه ودنيا ودين، يعني حكوا لنا المناظر اللي صارت. بقول لي ما صارش في شيكاغو انزال من هنا، واللي اسلحته من هنا، واللي من هنا مدبسين اسلحه ومسكونا وشلحونا والناس تهجم علينا بتقتلنا ودنيا. هو ما كانش ممسوك كثير، اخوانه واولاد عمامه مسكوا، هو ما كانش ممسوك، بعدين مسكوا مش في نفس المكان، لو مسكوا في نفس المكان قتلوا. بعديها صارت اقتحامات متتاليه لبيوتكم دائما دائما. احنا الحمد لله متعودين على اقتحامات البيوت. احنا من وقت رحمه عبد الكريم الله يرحمه، عبد الكريم مسالمي، كان هذه البيوت كلها اللي هان هذا كانت شبه اسبوعي، كانوا يقتحموها، يقول بيجوا عند قرايبه وبيجوا عند ناس ودنيا ودين. فشغلت هذه الاقتحامات متعودين عليها الحمد لله رب. شرسين المسالم ولا شو؟ الحمد لله رب العالمين. الله وهبنا واعطانا هذه العطيه. نسال الله ان نضل على طول يعني. ان الشهيدين في بس الاهم مقابل الاهم الأرقام. الاهم انه رائد قلت خلى وراه جيش جرار من الطباخين. الحين كل واحد له فرق صح. يعني 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 بصمه رائد موجوده في كل والله بصمه رائد موجوده في كل حاجه مش بس في الطبيخ. رائد اذا صار كان في مالك بطبخ للأسرة جوا ولا بطبخ لهم؟ مش اتمنى ذلك، بدهم ياكلوا مناسف بس احنا ناكل مناسف. رائد كان من المتطوعين في الامام دائما، يعني اي مناسبه اجتماعيه تصير عندنا هو اول واحد. يعني احنا بنقول عنه بالعاميه همشري. همشري يعني بتلاقيه اول واحد بنفسه بماله بسيارته، هذا المال ما بيسالش عنه، المصادر ما بيسالش عنه. والله إذا بيعرف واحد مسكين أو واحد محتاج اللهم دون ما حدا يدري عنه ضلوا حواليه ويساعدوا ويقيم تمام. يعني اللي بتنفقوا يمينك تعرفش عنه شمالك، يعني هيك قاعدته كاينة المصاري ما لهاش حساب عنده. كريم قد ما تقول كريم. أتمنى أنه يخرج بالسلام وتجي تزوره يا أخي منتصر. الله كريم الله يفرج. شوف كيف الوضع عنده احترامه للناس. الله يفرج الكرب يا رب. قديش الدنيا تغيرت بعد اعتقال ما فيها 7 سنين ابو سعود؟ والله تغيرت كثير. على اليوم تصوروا له هالمناظر هالطريق وهال لو الكاميرا اتصلت بيته الاولاني كمان كلها صارت بنا تحت الجبل. هذا كان ما كانش في بنا وهو موجود. وهذا البيت ما كانش، يعني هذه المنطقه كانت شبه خاليه يعني. هاي التعمير قايم والدنيا في تطور، بس انا ما اعتقد انه هالتطور قبل النهايه لانه ما بتخرب العام. والله انا اقول لك من واحد الناس متشائم، متشائم جدا بالنسبه للاوضاع اللي بتصير حوالينا في العالم. النبي حكى الخير فيه وفي امتي ليوم الدين. انا مش بحكي وبعدين عن وبعدين نتفائل بالخير من ان شاء الله. متفائل بالخير بالنسبه للأسرة من الارهاصات الدوليه اللي بتصير. انا اعتقد ان الامور مش مطوله، الكل بسن في سلاحه واللي بحطنا واللي بحط يعني 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 على تحليلك يدوب تجهزوا على ترويحة رائد ان شاء الله. والله العظيم انا واحد الناس بحسب حساب الان لكل حاجه. بقول اللي معاه قرش يخبي، والله بقول اللي عنده المون الظهر متواجد في البيت. خوف الناس ابو سعود طول بالك يا زلمه. واحد الله بده ينفذ يا اخ منتصر. الظلم ما ظل وصل للاخر لمتى يعني؟ نعم خلص انا متفائل بترويحة الأسرة. الله كريم والله هدي والله اني متفائل ان شاء الله ربنا بفرج الكرب لانه هذا وعد ربنا ان شاء الله يا رب. الله هذه البلده تحرر، هذا ما بدهم فيها ظالم. الله كريم ربنا يهدي البال وروحوا كلهم امين يا رب. وبدي اروح للتوم ان شاء الله يا من بعد عمرهم ايام لما الله كريم يا رب. طب التوم وبدنا نسال ام وديع باقي يطبخ لها ولا مش باقي يطبخ لها؟ لا بقي يطبخ بقي يطبخ. ما احنا بدنا نشوف الحين نشوف ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، احنا مكملين معاكم هالمشوار في حضرة عيلة الأسير رائد مسالمي. بعد الفاصل بدنا نعبر للبيت إن شاء الله، وفي كثير قصص وحكاية لسه ما بتعرفوها عن رائد راح نتعرف عليها جوا البيت، راح نتعرف عليها كمان شوي إن شاء الله. خليكم معنا.
فاصبري ستهون نصرنا سيكون لن تظل سجون وغدا آتي واسمدي يا غدير صبرنا التحرير أنت أحلى شعور أنت مولاتي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج شموس المجد، وزي ما حكينا احنا في حضرة عائلة الأسير رائد مسالمي ابن 43 سنة من دورة جنوب الخليل، في حضرة عيلته أسرته زوجته وأبنائه. رائد ربنا أكرمه بثلاث أبناء وبنات ثنتين، أكبرهم طبعا رؤى اللي اليوم ما شاء الله سنة ثالثة في الجامعة، والأهم زي ما حكينا قبل الفاصل في توم ولد وبنت عند رائد كان عمرهم 23 يوم زي ما بتخبرني أمهم لما اعتقل رائد. مباشرة خلينا نروح نتبع هاي التفاصيل الجميلة مع عيلة الأسير رائد، وبدي أبلش مع زوجته أم وديع. مرحبا بك، بيعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. أول شيء احنا مبسوطين بوجودنا معاكم. احنا أكثر، وبسم الله ما شاء الله، يعني اللي عنده هالأبناء الحلوين بالخير كله إن شاء الله. الله يسعدك. رائد يعني كاين يحمل شخصية من وجهين، خلينا نقول يعني الشديد الشديد، بس في نفس الوقت هو الحدا الحنون كمان. كيف أنت زوجته بتحب تعرفي عن رائد بكل هالصفات اللي بيحملها في شخصيته؟ رائد طبعا كان شديد وفي نفس الوقت حنون، كان عصب كثير يعني لدرجة كان بحب كل شيء مستقيم عنده، مش للف ولا دوران. فكان طيب طيب كثير، خدوم، كان يخدم أي حدا بشوفه بده مساعد يساعده. حتى أيام العيد كان هو ما شاء الله معاه صنعة ميكانيكي برضه، كان اللي سيارته تخرب يساعده فيها، يكون بس يوم العيد يقضيها عمر في سيارات. والله كان ميكانيكي وكان دهين وكان دهين طباخ كل إيش. شو ما كان صح له كان يشتغل، الحمد لله كان وضعنا الحمد لله كويس، كنا عايشين حياة جميلة كان فيها الحلو والمر. طبعا فيش حياة لما يكون فيها هيك، فكان دايما أبو وديع على الحق خلاص دغر، زلمة بحب الصراحة ما بحب اللف والدوران، فكان يحب أولاده كثير ويحب يخدم، يحب أي حدا يكون مقطوع يساعده. أي مناسبة تكون في العيلة يكون أول واحد فيها. ربيع كان مدلل. ربيع كان له كل الدلال، حتى الناس ربيع. يحكوا لما أبوه انسجن يحكوا شو بده يصير في ربيع من كثر ما كان أبوه مدلله. جميل، الدلال له، كان كل يوم ألعاب حتى أعمل مشاكل معي أحكي له يعني فيش داعي لكل إيش هذا الدلع مش كويس كثير، أحكي له إذا ما دلعته أنا نبدي دلعه. صحيح. أنا انحرمت بديش ابني ينحرم زي يعني طباخ كاين. طباخ كان يأخذ ربيع معاه وديع، كان بيطبخ بالبيت كان؟ لا ليش؟ في البيت. ليش انتوا الستات كلكم بتخلوش الزلمة؟ ما انت عارف شو بيعملوا المطبخ كله بينزلونا اياه. شو بيسوي الزلمة؟ بخربوا مش بيعمروا في المطبخ. بينزل المطبخ على المجلى. والله مرة طبخ لي طلعت من البيت رجعت لقيته ما شاء الله فوق بعض مدمر الدنيا. مدمرها والله، قعدت يوم كامل وانا اشتغل في المطبخ. طابخ فول بلبن مرة، شو قصتها الفول بلبن هاي؟ هاي الفول بلبن حكى لي بدي اطبخ لك طبخة ولا عمرك ذقتي زيها. فطبعا ساكت. حكيت له ماشي، حكى روح اقعد مع الجيران. طلعت فهسه كمل الطبخ، نادى علي لابو حكي لي هاي حطيتها ما شاء الله كيف ما شاء الله. قلت له ما شاء الله هاي طبخه من الاخر تشبه كل شيء الفول بلبن. بس هو يعني بالمناسبات والافراح طباخ شاطر يعني زي ما الحمد لله عنه. يعني معروف لحد الان الناس بيحكوا ان ابو وديع بطبخ للاسرى بالسجن بطبخ المناسب تحديدا يعني. ما انت عارف وضعهم شو المنسف، اللحمه بتقعد 4-6 ساعات لما يطبخ. صحيح للاسف الشديد. بطبخ له ايام هو في الاسبوع شكل 3 ايام بالاسبوع. لما يكون مريض بطبخش، والله الفتره هي اول امبارح كان مفلوز وهذا ف ما بطبخ. الله يفرج الكرب ان شاء الله. طيب بدي اروح نروح لرؤى شوي تعطيها الميكروفون. كيف حالك يا رؤى؟ الحمد لله تمام الحمد لله. انت اكبر واحدة؟ اكبر واحدة ما شاء الله. سنة ثالثة جامعة. سنة ثالثة جامعة. كنتيش كان عمرك لما بابا انسجن؟ كان عمري 13 سنة. يعني بأي صف؟
يعني تقري صف سابع. صف سابع. يعني إني واعي متذكر منيح يعني. متذكر. أكثر إيش متذكريته طبعاً. متذكريته هذاك اليوم شو متذكر فيه؟ والله أصعب يوم في حياتي. صعب. صعب كثير. يلا بتعدي الأيام إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بنتمنى إنه يكون الفرج قريب إله ولجميع الأسرى يا رب. اللهم أمين. إن شاء الله. شو تدرسي بالجامعة يا روى؟ أخصائية اجتماعية. ما شاء الله. ليش اخترتي هذا التخصص؟ حسيته يعني قريب إلي. مناسب. سنة ثالثة ما شاء الله. سنة ثالثة يعني سنة تتخرج إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يقويك إن شاء الله، وإن شاء الله إنه يعني بتخلصي جامعة، وقبل ما تخلص الجامعة بكون بابا بناتكم إن شاء الله. إن شاء الله. شو في يعني موقف في هالسبع سنوات بالفعل فكدتي فيهم بابا، كنت فاقدين يعني؟ أنا كل ثانية وكل دقيقة وكل يوم بفقده طبعا. يعني صح إنه إله يعني وقت كثير إنه يعني بعيد عني، بس بحسه يعني قاعد في البيت معنا. يعني روحه موجودة. روحه موجودة بينا. لا هو جسد غايب بس الروح موجودة طبعاً. توجيه كيف عد عليك كان يعني؟ يعني فترة صعبة بس إن شاء يعني اجتزنا ونجحنا الحمد لله. جميل إن شاء الله ربنا بكويك إن شاء الله. إن شاء الله. ربيع كيف حالك؟ الحمد لله. شو ليش باقي مدلعك بابا؟ مش طالع شكلك أنت يعني؟ شو ليش مدلع يا أخوي أنت؟ ليش مدلعك بابا كاين؟ عشان بقيت أصغر واحد. باقي أصغر واحد بس لا جتون بعديها صح؟ ولا؟ هاي بضحك محمود يا أبو شايف. قديه بتحب بابا يا ربيع؟ كثير كثير بتحبه. كنت تروح معه على الطبيخ؟ وين كنت تروح معه؟ بقينا نروح نطبخ كمان. وين تروح انت وياه؟ بقى خلينا سوق مع السيارة. سوق السيارة كمان؟ شو كمان؟ بس سوق سيارة. لما كان الجيش طياراتنا زين الطروسة كنت مع ابوك في الطبيخ. شو قصتها هاي الطي لما بقيت الطيارات الطروسة وين باقي انت؟ مش متذكر. مش متذكر. خمس سنوات على قصة. شكرا يا ربيع حبيبي إن شاء الله بابا بروح. قصة السيارة باقي سوق السيارة. أنتوا لمرة طالعين مشوار بعيد بعيد بسيارة غير قانونية. فعلا هاي مغامرة عن جد من أحلى المغامرات في حياتنا كانت. شو سوى رائد يومها؟ هسا هو كان معاه سيارة غير قانونية، لا بحكي له دور شراك نطلع ريحة، قلت له بطلع فيه مش غلط. كان معاي وديع ورؤى وقتها، ربيع مش موجود. صايب كلي بس السيارة غير قانونية، حكيت له عادي بنغامر مش مشكلة. هسه في سيارة بن عمته، جوز بنت عمته، عمه أخذ النمر منها، هو بعرفش صاحب السيارة نمر الضفة. هسه كل ما نعبر على معبر محسوم جيش يحطوا نمرة الصفرة، لما نصل محسوم سلطة قضيها تغيير نمر في الطريق، قضيناها طول الطريق نغير نمر ونضحك. كانت يومها مغامرة. يحكوا لي كلهم طيب هو مشطوب وانت كمان مشطوبة. لا هي السيارة مشطوبة، ما حدا فيكم مشطوب انتو. هم يحكون انه هو برضو اذا هو مشطوب عقله انت كمان معه ماشي هيك بتعمل ايه. يعني مغامرة. خط راسك بينها الروس وقولي انا طاح الروس يعني. والله عن جد كانت مغامرة حلوة يوم انبسطنا كثير. اخرى مغامرة الفار هذا كثير. الفار شو قصة الفار هذا؟ هسه هو اجعل بيت دخل بيغسل في ايديه، بيحكي لي بالله طلع لي هويتي من هالجيب من الجاكيتي مش عارف عشان يدي ماي. هسه انا بدي ادخل ايدي بجيبته اللي هالفار طلع لي حاطه في جيبته. في جيبته. غير الحياه اللي كان يخبيهن ورا، ويحكي لي افتح الباب ويحطهن علينا. شرس. شرس والعقارب والضفدع. مره بحكي لي ام وديع شو هذا؟ بحكي شو اللي هو حاط لك؟ شو ضفدع؟ اول مره بشوف حجمها كبير، لو بحطها بحضن. انا وقفت على الكنب وصلت السقف ونزلت. صار يضحك. الله يفرج الكرم. هسه كان هو على طبيخ برمضان، قال تطلعي معي. انا كنت بطروسه محل درنا انهدت اول إشي، فحكيت له ماشي. بحكي له طيب هاتي لي اواعي عشان للطبيخ. لا بحكي لي روح جي. نسيت شغله. المهم رجعت على الدار، هسه الكيس معي الاواعي. بحكي له خذي حملي والله ماني قادر. شو هو كمان كان لاقس الحفاه كبير بنحكي عنها قرقعه، احنا حاطها بالكيس بدون ما اشوف. وانت لا تعيدها معك. انا الكيس حاسه ثقيل ماشي، بقول يا ربي طيب الكيس بقى اخاف. لو بقول بالله طلعي تفقد هالواعي شوفي شو ناقص فيهن. لما فتحت الكيس اللي هيك سلحفاة. عن جد مواقف مضحكة كانت. صحيح. ذكرت البيت القديم اللي هو بيتكم يعني حتى كان مبنى جديد، انت كنتوا ساكنين جديد في البيت؟ جديد سنتين ونص. سنتين ونص، اخر نص سنة جهزناه كامل من جوا. انت شفته اجيت وشفت كيف. صحيح صحيح. والله انا وياه كنا ندهن الدار مع بعض، البير قصر وهو كنت اجبل وكل شيء انا وياه ايد بايد ايد بايد.
والله. يلا يعني على الاقل ان شاء الله الحمد ربنا لله ان شاء الله ربنا بفرجها عليه وبنفرح بطلعته وبفرح فيه. بدنا نروح للبطل محمود. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ محمود. محمود ايش؟ محمود راد مسان. ما شاء الله. في صف انت؟ اول. صف اول. شو اخذته بالمدرسه؟ شو اخذته؟ انشودي، ايه قران؟ حافظ شيء من المدرسه تسمعني اياه ولا شيء؟ حافظ قران؟ حافظ مش حافظ قران. طيب قد ايه بتحب بابا انت؟ كثير كثير بتحبه. لما رحت عليه على زياره دخلت سلمت عليه؟ كيف سلمت على بعض؟ سلام سلام يعني ولا كيف سلمت؟ سلام سلام هيك. اه طب انو بحب بابا اكثر، انت ولا رؤيا؟ انا. ليش انو يا رؤيا بحب بابا اكثر، انت ولا محمود؟ اعطوا رؤيا الميكروفون، اعطيها. ليه بتحبي بابا اكثر انت رؤيا؟ هيك تحبيه اكثر. قد ايه بتحبي بابا؟ قد السماء والبحر. قد السماء والبحر. هذا تحبيه كثير يعني. اه تروضه ولا صف اول؟ اول. ما شاء الله. انا اشطر انت ولا محمود؟ انا. انت اشطر. معناها حافظه ايش انت صح؟ شو حافظه؟ حافظه قران. يلا احكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب اخيه ما يحب لنفسه. ما شاء الله عليها الامور. هاي اشطر منك يا محمود. ما اخذتوش شيء؟ ليه ما اخذتوش شيء؟ اليوم اخذنا حبيبه يا شخبيطه. اي حد اليوم اخذتوها. يلا خلص الحق حق على المدرسه يا محمود. نفس ابو مزيد. محمود بدي مذيع تحكي لي محمود بشبه يعني كان 23 يوم عمرهم هذول. الله يرحمه. طبعا 23 يوم. قديش محمود بشبه ابوه؟ محمود 100% بشبه ابوه بالتصرفات وبالشكل بكل شيء. سبحان الله. سبحان الله. حتى بالحركات تحكي كانه ابوه موجود معه. بيعمل لنا يعني انا بصير احكي هاي ابو وديع قدامي زي ما حكت رؤى يعني هو الله. وان كان غايب جسد بس هو روحه فعلا موجودة. فعلا دائما ابو وديع واقف معنا ومش ناقصنا الا يكون هو بيننا بس يعني. والفرحه بتكون ناقصه عنا بالعيد. اصعب موقف الاعياد. بحزن على اولادي بلبسهم وبجهزهم اخر شيء بزهق وبروح نام. لا ابطال ما شاء الله عنهم. ان شاء الله انه التوأم هم انت دائما عارف الكبار عادي بيطلعوش بروحه بس الصغار هو اللي بتاثر فيه اكثر. حتى الكبار قويين هاي رؤى وربيع ما شاء الله عنهم ان شاء الله. طبعا ما انت عارف ابو وديع همه كله كل زياره كل زياره بيحكي لي نفسي في المخاخ. نفسه اكثر اكل كان يحبها المخاخ. المخ. كان يعني ينزل على الخليل كل هنا اقول له اكلنا اكله مخ مرتب والله الاسبوع الفات لقيت يعني اخر زياره والله بيحكي لي والله يا ام وديع نفسي باكله المخ ان شاء الله نبرو يعني. اول طبخة لأبو وديع مخ بس روح مخ وكرشات إن شاء الله. هذه أول طبخة بحب ال ما شاء الله. مو أنا يعني في الطبيخ هو بيعرف شو أنا وهو بحب الطبايخ. ما شاء الله إن شاء الله بروح إن شاء الله يا رب طبايخ وبتنبسطوا إن شاء الله. أمنية حياتنا هي إنه تحرير الأسرة والأسرات. هاي أمنية حياتنا. اللهم أمين إن شاء الله ربنا بفرج الكرب إن شاء الله. لأنه أبو وديع بتعرف دائما شو بحكي لي كل زيارة بحكي لي أنا لسه جديد بالسجن. انا حزان علي لهم اكثر من 30 25 سنين جديد بعتبر هذا. والله ما بهمل هم وبهمل هم الاسره بحكي لي عن جد انا المعاناه انت انا ولا شيء. ويمكن اللي بشوف غيره بتهون عليه حالته فعلا يعني. بحكي لي اللي له 25 سنه واللي له 30 كان هو بسجن ايش النقل البرغوثي عنده يحكي لي هذا بحزن عليه يعني شو قضى عمره 43 سنه بالسجن مش سنه ولا سنتين. وهذا شيء بخفف عنكم شوي يعني يمكن خلينا نقول هلا هو صعب شوفي يعني احكي لك الفرق صعب والله لو انه شو مكان صعب لو يوم ولا سنه ولا ان شاء الله ان شاء الله ربنا امنيتنا يكون معنا ان شاء الله عمو قريب بكون بيناتكم ان شاء يعني الله يعني هنا بنروح وبنيجي مش نقصنا شيء الحمد لله الحمد لله بس نقصنا وجوده الله كريم ربنا يفرج الكرب واحنا اي شيء بدنا نعمله بنكون بنشاوره بكل شيء يعني فيش شيء يعني بيطلع عن شوره رائع الدار كانه موجود وزياد. بدي بشكل سريع شو بتحبي تحكي لبابا اخر شيء يا رؤى يعني انت اخصائيه اجتماعيه بدنا نشوفك قد الدنيا ان شاء الله بكره والسكر شو بتحبي تحكي لبابا؟ اول شيء بحكي له بحبك كثير كثير قد ما انت بتتخيل ودير بالك حالك والله يعطيك الصحة وطول العمر يا ربي يعني. وإن شاء الله بفرح بطالتك أنت وجميع الأسرة يا ربي. هو علاقة البنت مع أبوها مميزة يعني. طبعا أغلى حدا بحياتي أبوي فما بالك البكر يعني أنتوا صحاب تكون أنا صاحبي وكل شيء لي طبعا. الله يفرجك إن شاء الله بروح من قريب. ربيع شو بتحكي لبابا؟ قول له روح مشان نرجع سوق السيارة صح؟ بقول له روح عشان نسوق السيارة وعشان نرجع نطبخ بالأعراس كمان. شو قصة؟ في قصة قبل ما أختم معك يا أم وديع في قصة الماتور. الماتور تسألي
مره كنت اشتري غساله اكتشفت اللي هي ماتور. شو قصتها السنه اول ما تجوزنا؟ طبعا بعد سنه ما احنا مش هسه كل شيء بتكون العروس جاهز عندها، فيش كان فيش عندي غسال. فبحكي له بودي بدي غسال، بحكي لي ماشي مش مشكله، كان معه شوي. لو بقول لي طب دبري لي اكمل حق هالغسال، قلت له طب ماشي. من عيديات مش عيديات؟ ايوه كان عيدي، كان معي عيدي. هسه اعطيته اياها. ثاني يوم راح بحكي على اساس جايب غساله، على اساس بحكي لها بدي اروح اجيب لك الغساله. هسه بنادي كنت ساكنه في بواب للدار قبل ما بتفوت هيك، لو بحكي لي ام ودي افتح الباب هي جبت لك الغساله، وانا فرحانه وباركض على الباب. فتحت اللي هو راكب لك هالماتور وبيضحك، اولاد عمه وراه اضحك يا ابو وديع. اما انا يوم هالموقف يعني بياخذ منك المصاري شاري ماتور، هو بيضحك انه هي جبت لك احلى غساله، طلع شاري ماتور. ما شاء الله هي غساله، الله يهدي البال. يعني احنا مبسوطين بوجودنا معاكم، بسم الله ما شاء الله عنكم. يعني كان الشباب البنات ما شاء الله، يعني ان شاء الله انه ربنا بيفرج الكرب وبكون رائد بناتكم. هلا هو رائد بتقولوا له رامي؟ يعني رائد بس هو المتعارف عليه رامي، بس في الشلة كان احنا وعيلته بس بيعرفوا انه رائد. يعني لما اجى الجيش على البيت عجيرانا يحكوا وين دار رائد، يحكوا لهم دار رائد مش عنا والله فوق سكنين عند دار رائد حمد يحكوا. هسه بحكوا لهم وين طب دار رائد، تمنوا معدد الاسامي وذكرين اسمنا، عارفين انه علينا انه رامي مش رائد. على الهوية. الله فرج الكرب ان شاء الله. انا كمان مرة سعيد جدا بوجودي معاكم، ان شاء الله نلتقي قريبا ان شاء الله يا رب في هذا البيت الجميل ان شاء الله، الجميل بديكوره باهله كمان ان شاء الله. وين كنت قاعدوه رائد؟ هون ولا في النص؟ عند رؤيه من الله يعينه، الرؤيه الحصه الاكبر له. يلا يعني ان شاء الله انه بكون قريبا بينكم ان شاء الله. شكرا الله شكرا رب. شكرا جزيلا لكم، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا شكرا مشاهدينا الكرام متابعينا. انتهت هذه الحلقه من شموس المجد بحضره عائله الاسير رائد مسالمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم شمل هذه العائلة كما كل العائلات إن شاء الله، وأن نكون قريبا بين زوجته وأبنائه ويعم الفرح والسرور إن شاء الله في هذا المنزل. ألتقي بكم إن كتب الله لنا حياة الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من شموس المجد. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية وحفظ المولى، دمتم بخير، إلى اللقاء.